اهلا بيكم. تخيل لما تبقى مهندس امن معلومات قد الدنيا كده وشغال في شركه من اكبر الشركات في العالم، وفجاه تلاقي شركتك دي مفضوحه في كل حته في العالم وعلى الانترنت وبسببك. غريبه صح؟ مش غريبه ولا حاجه. بالفعل ده اللي حصل مع شركه اوبر لما اعلنت الشركه انه تم اختراق الانظمه الداخليه بتاعتها وانهم بيحققوا في الحادثه من يوم 16 سبتمبر 2022. طبعا كل عناوين الاخبار العالميه خصوصا المواقع المتخصصه في التكنولوجيا اتكلمت عن اختراق شركه اوبر، وان اللي اخترق الشركه شاب عنده 18 سنه، وانه قدر يوصل للانظمه الداخليه للشركه عن طريق خداع مهندس من مهندسين امن المعلومات في الشركه. طبعا انت هتقولي ازاي يعني شاب عنده 18 سنه اخترق شركه بحجم اوبر ارباحها تعدت السنه اللي فاتت بس حوالي 17.5 مليار دولار؟ هقول لك الشركة اخترقت ازاي، بس الاول لازم تعرف ان الاختراق ده اتكشف لما الهاكر اخترق حساب الشركة على منصة هاكر ون، ودي منصة من اشهر منصات الابلاغ عن الثغرات الامنية واللي معظم الشركات بتستخدمها علشان تعرف ايه الثغرات الامنية اللي موجودة في الانظمة بتاعتهم، واللي بيبلغ عنها الهاكرز حوالين العالم وبيدوهم مكافآت طبعا. ده معناه ان الهاكر اللي اخترق الحساب قدر يوصل لمعلومات عن ثغرات امنيه في انظمه شركه اوبر وتطبيقاتها محدش يعرف عنها حاجه، ويمكن كمان الشركه ما صلحتهاش لحد دلوقتي، ودي كارثه بكل المقاييس. نيويورك تايمز في اعلانها عن تفاصيل الاختراق قالت ان المخترق قدر يوصل للسورس كود بتاع التطبيقات الخاصه بشركه اوبر، ودي برضو كارثه ثانيه، غير انه دخل للانظمه والشبكات الداخليه ونشر صور من الانظمه دي ومن حسابات الموظفين في اوبر ومن الانظمه الماليه للشركه. شركة اوبر بقى وقتها قالت ان الهاكر ما دخلش على بيانات المستخدمين، لكن بصراحة ما حدش ضامن حاجة. الحقيقة ان ده يعتبر واحد من اهم الاختراقات اللي حصلت السنة دي، وكمان بيأكد ان مفيش اي حد او اي شركة مهما كانت كبيرة فهي مش بعيدة عن الاختراقات الامنية، وان امن المعلومات مش رفاهية، خصوصا لما تعرف ان الهاكرز قدر يخترق الانظمة بتاعت شركة بالحجم ده وبالسهولة دي. من الاخر ومن غير كلام كتير، الهاكر قدر يخدع واحد من مهندسي امن المعلومات في شركه اوبر عن طريق الهندسه الاجتماعيه، ومنها دخل على انظمه الشركه واللي وصلته بعد كده لاكسس للبي بي ان، ودي تكنولوجيا بتسمح ان اي حد معاه اكسس يقدر يدخل للشبكه الداخليه للشركه وهو مش موجود في الشركه، ومن هنا الهاكر قدر يدخل للشبكه الداخليه ويعمل مسح لكل البنيه التحتيه التكنولوجيه ويوصل لسيرفرات عليها كلمات سر ومعلومات دخول لانظمه وحسابات كتير جدا جوه الشركه. تخيل بالبساطة دي، والأزمة إن ده بيعبر عن مدى اللامبالاة اللي فيها المهندسين في شركات كبيرة، تحس إنهم مش متخيلين إن في حد ممكن يخترقهم، وبالتالي الثقة العمياء دي واحدة من أهم مشاكل الناس دي للأسف. يعني إزاي مهندس يكون عنده كل الأكسس ده لكل الكلام ده، وكمان كلمات سر الأنظمة حساسة تكون مش متشفرة وتلاقيها كمان على سيرفرات عادي كده؟ بس الحقيقة إن خداع البشر أكثر تأثيراً من خداع الأنظمة. من الاخر الانظمه اللي زي اللي بتستخدم في خداع البشر زي الهندسه الاجتماعيه واحده من اهم الطرق اللي بتستخدم في الاختراقات، يمكن مسؤوله عن 70-90% من الاختراقات اللي بتسمع عنها في جهات كبيره جدا. اوعى تفتكر ان برامج الحمايه والانظمه والسيستمز هتحمي شركتك او الجهه اللي بتشتغل فيها، اوعى تفتكر ان الشطاره في المجال ده معتمده على شهادات الهاكر الاخلاقي او اي شهادات تقنيه تانية لوحدها. أمن المعلومات مش كله تكنولوجيا وأنظمة، ده جزء من الموضوع. سلوك البني آدمين وطريقة تفكيرهم ووعيهم أهم 100 مرة من الأنظمة، وديك شفت شركة بالحجم ده تم اختراقها عن طريق خداع مهندس مش اختراق نظام. الهندسة الاجتماعية والسوشيال انجينيرينج من أهم العلوم اللي الناس محتاجة تركز فيها شوية، حتى لو أنت مش متخصص في الكمبيوتر فده علم كبير وفي تداخل ما بين العلوم الاجتماعية والسيكولوجي وعلم الإجرام والقانون والسايبر سيكيورتي والتكنولوجيا. وتفضل التوعية جزء مهم جدا للحماية من المخاطر دي، وده دورنا، علشان كده هنكون موجودين معاكم دايما بكل جديد في عالم التكنولوجيا. استنونا في فيديو جديد.